اليوم اتصلت فيني اختي ام محمد وقالت لي تعال للبيت وشوف حالي وشوف حال عيالي. طبعا عيالها محمد واحمد اعاقة حركية شديدة، عندهم الاثنين ضمور في المخ. ابيكم تسمعون هالقصة ومعاناة هالعائلة. مسي عليك بالخير ام محمد. يسعد مساكم والله يبارك فيكم يا رب. محمد شلونك؟ الله يخليك يا رب ويبارك فيك. يسلمك. واحمد شلونك يا احمد؟ الله يسلمك عمي ويحفظك يا رب. الله يسلمك. محمد انت لا. البكر العود، ابيك تقول لي محمد شلون يعني اكتشفت انك انت فيك هذه الاعاقه؟ انا ما كملت دراستي، طلعت منها كنت طبيعي. دشيت ميكانيك. بالميكانيك طبعا عرفت انا وياي الضمون شلون ادوخ وطيع. قال لي راعي الميكانيك الكويتي يعني الكبير، قال لي رد بيتكم خلي ابوك يوديك. رعت البيت يا طويل العمر بعد كم من يوم يعني. طبعا انا قلت عقل الوالد وديني، شنو رد علي الوالد؟ قال لي انت يمكن تكون سكران ما راح اوديك. وكان لحد الان نعاني منه معاناه يعني ما ادري يعني معززنا انه ما ادري مخلف وقاط لا يعطينا يشحد علينا ولا ابدا يشوفنا ولا دينار. والله العظيم سنين معاناه سنوات. وامي الله يطول عمرها وعمر الامهات كلهم يا رب. من اول ما طبت الديره انا يعني عنف وكلام بذيء يا طويل العمر بذيء. والله العظيم يعني الله يعينها والله يعني ما عندنا معين الا رب العالمين ثم الوالده بس. بعدين عقب ما قعدت في البيت وما كنت تشتغل، نعم من يصرف عليك؟ والله من اولاد الحلال، خالتي صديقتها مني منا بس. لي يقطون يده يا جيب لنا ملابس يا تعطينا منصور. وهذه حالتنا لحد الان لا يعترف فينا ولا ابدا قاطع. احمد انت يعني نفس الشيء نفس قصه اخوك ولا تختلف عنه؟ لا انا نفس الشيء. انا بالبدايه لما حسيت بالاعراض كان عمري حوالي قريب 20 سنه الاعراض. طبعا بعد فتره بسنتين الاعراض قامت تزيد كل سنتين كل سنه على حسب لما تزيد لما قعدت امشي على الوكه. يعني صار لي امشي على الوكه من 4 سنين تقريبا. وقالوا لي ابن سينا ما في علاج بالكويت، ما في علاج. هو بالفعل ماكو علاج، ما مو تعب. فالحمد لله رسلت تشيك وقالوا لي العلاج موجود وحوالي 95% علاجكم موجود بإذن الله. وكل شيء دزولي كل شيء يعني والحمد لله. بس باقي الفاعلين الخير بهالديرة الله يعزكم أهل الكويت وأمثالك يا أستاذ خالد يعني تتبرعوا مبلغ نسافر نتعالج. وأتمنى من الله أني أوقف على حيلي أنا وأخوي وأمي أساعدها. نبي نقعد في شقة ونعيش حياة كريمة.
أم محمد. نعم أبي. شلون حياتك يعني اليومية؟ شو تسوين يعني عندك اثنين معاقين وكبار؟ يعني الله محمد وأحمد شلون؟ رب العالمين. أنا هسألهم كل شيء أنا أسوي لهم، حتى القص، حتى الضفير، تسبيح، أنا ها لكم قدامه كل شيء أسوي لهم. وكل يوم والتاني يطردني من البيت، طلعي من بيتي، ما بيك ببيتي، طلعي من بيتي. من هذا؟ يلا أنت وعيالك. الأب أنا بدي أقول كل شيء، خلص بطلت أنا أسكت كل هالسنين، وأنا ساكتي. كل يوم والتاني طلعي من بيتي يلا برا، وجيب لي الشرطة على البيت. جاب لي الشرطة مدري كم مرة، صار يخرع الأولاد يا حرام. وكم مرة ها شو عمل فيك؟ ليش يعني روحي بالشرطة؟ شو السالفة؟ ما أدري يعني. عيال عشان يخوفهم، فيهم إعاقة قاعدين في بيتهم. ما بدي أنا. ليش؟ ليش أسوي كذي؟ شنو يشتغل هو؟ تاكسي. زين ما يصرف على عياله ولا شيء؟ تدرين على كرمال هالولاد، تدرين لو اهل الكويت يدرون عنك ان انت قاعد تعذبين كذي بهالطريقه؟ الحمد لله رب العالمين. كذي قاعد تنطحنين عشان عيالك؟ اي والله. والله واحده ثانيه تقول يبا امسك عيالك وانت تصرف. انا اقول حرام، ربنا اعطاني اياهم امانه هذول العيال، حرام كانوا ما احلاهم. وبعدين الله سبحانه وتعالى الحمد لله، هذا نعمه من رب العالمين، يمكن اعطاني اياهم نعمه هيك. بعدين مرضوا يعني اتركهم وامشي؟ ما بتركهم، انا ما بتركهم، اتركه هو ايه تركته خلاص، انا ما بقى ارجع على البيت خلاص. انا عيالي بس اخذهم لو غرفه وحده اقعد انا وعيالي فيها بس انصدر. ثقي تماما يا ام محمد. الحمد لله رب العالمين. يعني اهل الكويت اهل الخير، اهل الخير، اهل البركه. فلوسنا قاعد تروح الشمال والجنوب والشرق والغرب، مو شايفين يا العالم حمد. كله قاعد يسترزق من ورا الكويت، هذه البلد الصغيرة. ايه والله، ايه والله. لكن العالم كله احنا شايفين. ثقي تماما، ثقي تماما يا ام محمد ان اهل الكويت ما راح يدونك، ومجرد ان تنزل حلقه راح يتصلون يقولون وين امنا ام محمد. ربنا يبارك فيكم يا رب. ام محمد الحين بس عندك محمد واحمد بس؟ عندي نواف اللي اصغر منهم. وينه؟ مع ابوه. قاعد مع ابو، ما في شيء طبيعي؟ لا قلت له ما خليك معه عشان الله، لا حرام يعني خلاص خليك معه، شو اسوي يعني شو بسوي؟ طبيعي بس شوي يعني، طبيعي بس ما بيشتغل ولا شيء بعد، قاعد يعني عاطل على الامل. ما في شغل. زين ام محمد الحين من وين تصرفين عليهم؟ ما اصرف، اللي بيجيني مثل هلا خيركم، هذا 10 دنانير 5 دنانير روح بحرام بجيب لهم عاد اللي الله بيقسمه، تياب للاولاد والحمد لله، وجيب لهم ملابسهم شوي، اذا معي بجيب لهم انيد فيتامين مشان شوي يدلوا يا حرام، بس اذا ما في خاص بقعدهم بلا شيء يعني، اذا عندي بجيب، ما عندي شو بسوي الحمد لله. بس قاعده كذي بس ناطرتهم حتى الله سبحانه وتعالى يمكن الله يشفي لي اياهم، ما بتعرف ربك طبعا. يشفي جميع المرضى يا رب، يشفي لي اياهم، بطلب من الله شباب يا حرام الله يعني بتحسر، واحد ما بتحسر بيتحسر، والحمد لله رب العالمين. ولا الاب خلص ما منه امل. محمد انت شلون تتنقل؟ يعني اشوفك انت يعني صعب التنقل، يعني تبي تروح مثلا دي الصاله، تروح يمين شمال، تبي تطلع برا عمي. على الارض يقعد على الارض بيزحف هيك، تمشي على الطوف؟ على الطوف. لا مو بيمشي يعني، بس اذا وصل على الحيط يعني امسك فيه واتنقل يعني. بس انا يا دكتور خالد يطول عمرك، انا على درجه ابونا كان يا زنطني زنط بلا عيمه، ويجيب علي الشرطه 4 الفجر، شنو يقول لهم؟ انا بقول قدام الناس. ليش هو يسوي كذي؟ ليش؟ ما ويقول ويهدد امي بآلات حاده كل مره. كل مره آلات حاده، ويقول يبي يقلب عليها ما يطلب الطاريه. ليش؟ لان يعني مرضى يعني، وكل مره يعني يا دكتور خالد يهددنا بالاقامات، ما يبي نسوي اقامات، يبي يكنسل يودينا لبنان يقطنا. الله سبحانه وتعالى مطول بعمره ومخليه يعني يتهنى بسيط، ها؟ خليه ترى عشان هذي الاثنين. اي والله عشان يوم من الايام يرجع الى عقله
ويعيد حساباته ويشوف انه ظلم اثنين معاقين. انا يعني انا سامحيني والله العظيم سامحيني، بس هذا ظرف من اختك ام طلال مبلغ بسيط، واللي سلمك ما يخالف، ما يخالف هذا، ولا واللي سلمك هذا ما يخالف هذا، يعني بس على ما على ما تنزل يعني الحلقه. وانا ادري ان اهل الكويت قسما بالله فزاعه اهل الكويت، اهل فزعه، احنا نشوفكم هني بالكويت، هذا البلد، هذا البلد ما تخلي حد يبكي فيه. الله يعزه هالبلد ويرفع البلاء عنهم يا رب. شكرا لك. وانا عندي هالكرتون هذا ام محمد، يعني في بعض الاشياء البسيطه يعني بيب لك اياه، ويعني ارجو انك تقبلينه من اخوك، يعني هذا شيء البسيط 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 اللي انا يعني مستحي جايبه، وانا على حياء اني جايبه، بس ثقي تماما. الله يبارك فيك على قولة اهلنا. شكرا كثير، مالك الا عزك عقب الحلقة هذه، مالك الا عزك يا محمد، وما نتركك احنا، لا يمكن. انت انت عايشة هني في البلد، هذه بلد الخير، انت عايشة بيها. والله والله بلد الخير، احنا قاعد نسافر طيارات بلدان ما نعرفها وقاعد نعطيها فلوس. انا بس قبل الله اختم، ابي يشوفون اهل الكويت يعني محمد شلون الحين، اذا بيقوم محمد، محمد الحين انت قاعد معانا هني، شلون بتقوم محمد؟ يلا قوم يا محمد. شلون يعني انا اشوف، اعتقد ان عندك شيء على عطني شو اسمه، عطني العربانه او الدراعي بشوف شلون تستخدمها هذه، شلون يعني شلون تستخدم يعني. هو يبي له يبي له ام محمد يبي له عربانه كهربائيه، وهذا وعد هذا من اهل الكويت مو مني انا، راح اجي لك انت وانت، راح اجيكم وما تقعدون هني. بارك الله. هذه شغله. الشغله الثانيه، انت تستحقين منا كل التقدير والاحترام على تعبك وصبرك و... بارك الله يعني فيكم. انا اتالم من داخلي، انا قاعد اتالم، ماني قادر يعني، اللي ماني قادر يعني، انا الكلام مو قاعد يطلع من حج، والله الكلام قاعد يتبعثر، الكلمات قاعد تنتشر يمين وشمال، ماني عارف شو اقول لك الا اني اطقطق لك الراس. شكرا لكم، نحن اللي بدنا بالعكس نشكركم، شكرا كثير والله يبارك فيكم يا رب. ورني شلون يعني. اشكر. يلا امشي. هي صفال صفال انا الشركه، وانا زعدور انا واخوي. تبارك الله. برافو برافو، احنا لك وشربينا لك. افا عليك بس. شكرا. افا عليك يا محمد، افا عليك. اهل الكويت راح يتجمعون يوم الجمعه، والله راح تبدل يعني حالك من حال الى حال. الحلقه تنزل الخميس، انت الجمعه الحمد لله راح تقول الف لك الحمد يا رب، الف لك الحمد يا رب، الف لك الحمد يا رب، ان اهل الله. الكويت انت شلوني، احنا اللي برا مو قاعد نهدهم، نهدك انت. افا عليك بس، استريح بس، ارجع لي، ابيك تريح شويه بس. انا بوري اهل الكويت انه شنو المعاناه الشديده اللي قاعد يعانيها محمد واحمد. هم نفس الشيء، هذا العربانه حق الاثنين صح؟ ايه هذا حقي وحده برا لاختي بس. بس يعني ادري يعني الاثنين يتبادلونها. ايه حرام يعني ما بيمشوا كثير عليها. هلا هني اذا نايمين بده يفوتوا احشاك يعني تكرموا، بده يروحوا مثلا الحمام بالليل هيك بيروحوا بالارض بيدحبوا. انا اشوف هيك. انا اشوف محمد مساع قاعد برا اول ما ايه انا حطيت له هذه، يعني هو دائما يقعد برا. ها يقعد على هذا الحرف بس، يقعد ايه؟ حط له سجاده من حرام يقعد برا يتسلى، لو بالحر يقعد وين يروح؟ اي والله وين يروح؟ ما يقدر يمشي ولا شيء. احنا قاعد نتهنى ومستانسين الحمد لله وفرحانين، يعطيكم الصحه يا رب العافيه. وهني وهذيل المطحونين قاعدين هني، هذيل الاثنين الاخوان محمد واحمد مطحونين قاعدين يموتون مليون مره. تكفى طلبتكم، تكفى بفزعتكم، والله بفزعتكم، والله هذيلي والله يتقطعون. الله يبارك فيك. سامحني محمد، ها سامحني يا محمد اني انا يعني قصرت بحقك وما جيت لك مبكر، سامحني. ويا احمد انت ابيك تسامحني يا احمد. والله يا استاذ خالد لو بس وقف الحيل واقدر اشتغل ونقدر ونروح كل شيء سهل باذن الله.
بس هذا هو اللي يعني الله كريم الله الله سبحانه وتعالى الله كريم الله كريم والله يبارك فيكم ان شاء الله. شكرا فزعتكم كثير. فزعتكم يا اهلنا يا اهل الكويت فزعتكم هذيلي والله محتاجينكم اقسم بالله محتاجينكم لا تهدونهم. اشوفكم على خير اشوفكم على خير.